عندي سؤال أخير كمحامي، هل بالفعل المحاكمة ستكون عبر الزوم في 9 صباحا من خلال محبس المتهمين عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي؟ والله يا فندم أنا ما أقدرش أأكد لك وما أقدرش أنفي، بس هشرح لحضرتك المحاكمة بتتم إزاي هنا في دولة الإمارات. يعني ما وصلني الآن خبر عاجل، أتمنى تعرف أنا دقيق جدا، جاءني الآن خبر عاجل أن المتهمون 3 سيتم محاكمتهم عبر الزوم في 9 صباحا من محبسهم في سجن القسم التابعين لي اللي هم فيه، وأي والقرار أيا كان إما بعد انتهاء التصالح مع باقي المجني عليهم يغدو إيقاف تنفيذ ويرحلوا تماما دون أن يذهبوا إلى الفندق من السجن إلى المطار، وإما إذا تم رفض التصالح من الإخوة الأفاضل وإن كان خلاص الموضوع بينتهي، ولكن إحنا بنقول كل الاحتمالات، سيتم تحويلهم للمحاكمة. ولكن عايز أقول أن هناك انفراجة، وخلال الدقائق أو الساعات القادمة سيتنازل فرد الشرطة الإماراتي المحترم اللي فوق دماغنا وفرد أمن التنظيم الإماراتي المحترم اللي فوق دماغنا زيهم مثل أبو سلطان الراجل المحترم الفاضل اللي هم الثلاثة زادوا في نظر المصريين لأنهم عفوا وأخطأوا عن إخواتنا شلبي ودونجا وعبد الواحد رغم ما جنوا على أنفسهم وعلى اسم نادي الزمالك. وفي حال تم التصالح القرار إذا كان بإيقاف العقوبة الترحيل هيقضوا من سجنهم على المطار عجل، ما فيش حاجة اسمها أي مكان يروحوه. بس تأكد لي هل المحاكمة بالزوم أم لا؟ هو يا فندم من بعد أزمة كورونا طبعا دولة الإمارات من الدول السباقة في التطور التكنولوجي والتطور في كافة المجالات، فهنا معظم المحاكمات معظم القضايا والمنازعات بتنظر عبر الفيديو عبر الزوم، لكن القضايا الجنائية بتنظر في المحكمة بشكل طبيعي، لكن لا يوجد ما يمنع من نظرها إذا الظروف يعني حالت أو ارتبط إنه يتم نظرها عن بعد. هو ده جاي لي من أحد المحامين اللي هم هيترفعوا عن اللعيبة التلاتة، ولكن برضه أريد تأكيد. أنا ما عنديش معلومة فندم، لكن أنا تحليلي الشخصي مقر النيابة العامة في أبو ظبي موجود داخل محكمة أبو ظبي، وإذا هم موجودين في 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 يعني في محبس المحكمة أعتقد إنه الطبيعي إنه هو يتم نظر القضية أمام الدائرة بشكل طبيعي، لكن في كلتا الحالتين الأمر عادي جدا، يعني نفس هي المحكمة الطبيعية بتشكيلها بإجراءاتها، ما فيش اختلاف ما بين الأونلاين أو الحضور الطبيعي. هنا ما شاء الله يعني احنا بنتعامل وبنشتغل في نظام قضائي متطور جدا من افضل الانظمه القضائيه في العالم، سواء من حيث التكنولوجيا او من حيث المستوى المهني للقضاه سواء اماراتيين او عرب او مصري. يعني هل لديك اي امور اخرى من ابو ظبي يا استاذ نصر بشير؟ لا يا فندم، وبشكر حضرتك وبشكر متابعينا.